أفلام متميزة تلك التي تشارك في الدورة 21 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة. سيد المجهول لمخرجه علاء الدين الجم واحد من هذه الأفلام. طاقم قناة انفنت كات قابل المخرج الشاب الذي خصنا بحديث عن أول عمل مطول له وقربنا كذلك من مساره. كنشتغل اساسا في السينما، قمت ب عندي تكوين في السينما هنايا في المغرب في ليكول المدرسة العليا للفنون السمعية البصرية في مراكش، وفي لانستيتيو ناسيونال دي زار دو سبيكتاكل في بلجيكا. من 2012 انا رجعت للمغرب وكنشتغل اساسا في المغرب. قمت باخراج مجموعه من الافلام القصيره، وسيد المجهول هو اول فيلم طويل قمت بالاخراج ديالو. سيد المجهول هو عبارة عن كوميديا عبثية تمتد لمئة دقيقة وتحكي قصة لص يؤدي دوره في الفيلم الممثل يونس بواب. اللص وبعد قيامه بعملية سرقة يقوم بإخفاء المسروقات، بعد انقضاء العقوبة السجنية يعود لنفس المكان ليكتشف أن أهل القرية حولوا الموقع إلى مزار يقصده الناس للتبرك. عجب سي الوحيد ديالنا لهذا القلت تقلب على البترول راه الاخ باهيت ما تنتفلاش. فهذاك الليس اللي كيمتا يونس بواب كيسكن في ذاك الفيلاج كيتانستالا فيه وكيحاول يرجع فلوسه اللي في الاول كانت واحد المهمه سهله، مي كل مره تلقى راسو في واحد المواقف اللي شويه طريفه وفيها بزاف العبث، وفي الدوار كاينين بزاف لي بيرسوناج واحد اخرين، بزاف شخصيات واحد اخرين اللي كلهم واحد شي شويه ديكالي وفيهم عندهم واحد اللون كوميدي وعبثي. كاين طبيب ديال الدوار اللي يلاه كيجي من المدينه جديد يلاه تافيكتا لافيكتاسيون رورال ديالو جاتو في ذاك الدوار اللي كيمثلو انس الباز، عنده نفس الدواء ودواء واحد اللي عنده خصو يداوي به كل شيء وما كيجي حتى شي واحد ما مريض كيجيو عنده العائلات الكبار في ذاك الدوار باش يدوزوا الوقت، وكيلقى واحد الفيلم لي سنين وهو في ذاك الرورال مبلوكي فيه اللي كيمثلو حسن بديده واللي عارف داك السيستم كيفاش غادي وكيدخلوا معاه في ذوك الاجواء. وكاين الغارديان ديال العساس ديال 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 الدوار اللي عنده واحد الكلب قافز شويه وعزيز عليه وعنده واحد الولد ما كيحملوش، وكاين المساعد ديال 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 اللص اللي كيعيط ليه باش يعاونو، دونك اللي كيمثلو صالح بن صالح سميتو في الفيلم سميتو الدماغ حيت عند راسو مطور بزاف مي وفيت هما كيطلعوا عليه غير سي ساركاستيك. الكتابة أخذت من علاء الدين الجم وقتا ليس بالهين مما أفاد البناء الدرامي للفيلم، خصوصا وأن اختيار الأدوار المناسبة لكل ممثل كانت عملية غاية في الدقة. تبقاو شحال داك الأساس والكلب تاعو قتلوه. كنت نكتب بلا ما نعطيه واحد الوجه واحد الجسم، ما كنتش كنفكر في الممثل شكون اللي غادي يمثلو حتى تكتب السيناريو. ملي سالا عاد ديس دي كاستينغ بديت تنقلب على شكون اللي يقدر يمثل هذا الدور هذا، وملي درت لي كاستينغ ودرت تجارب الاداء اللي خداو واحد المده طويله تقريبا سنه، لقيت واحد الخليط من الممثلين اللي كاين ممثلين اللي عندهم واحد التجربه كبيره مثلوا في ثلاثه اربعه الافلام كيمثلوا في التلفازه، كاينين ممثلين اخرين اللي عندهم تجربه صغيره، وكاين ممثلين يلاه بداو وعندهم تكوين، وكاين ممثلين اللي ماشي ما عندهم حتى شي تكوين ما عمرهم ما مثلوا عندهم ادوار تاعهم صغيره في الفيلم. فكان هذا الخليط بين هاد الناس هادو، كاينين الناس ديال داك الدوار اللي ساكنين في الدوار اللي صورنا اللي تاهما ممثلين في الفيلم. ومن تما ملي درت التجارب هذا بعض المرات كنلقى باغ اكزومبل شي ممثل اللي كان حسب انه يمكن يمثل داك الدور غير عنده شي حاجه بيتيت اللي مختلفه شي شويه على داكشي اللي انا تخيلت، فكنرجع للكتابه وكنعاود نكتب داك الدور باش نعاود ادابتيه عليه. علاء الدين الجم استطاع من خلال فيلم السيد المجهول أن يبرهن على أن الجيل الجديد من السينمائيين شباب قادم ليقتحم الساحة السينمائية وبقوة. أنا كنظن فريمون بلي كاين واحد لا جينيراسيون جديدة اللي جاية ديجا بدات كتبان، ديجا اللي بدات كتبان دابا، وهذا شيء
طبيعي حيتاش شحال هادي ما كانتش لا فورماسيون في المغرب لي فري زيكول سينما اللي كاينين في المغرب عندهم دابا شحال واحد 12 عام 13 عام من بعد بانوا وحدين اخرين دول القدام زعما عاد بانوا وحدين اخرين il y a de plus en plus d'ateliers des résidences المهرجانات اللي كاينين في المغرب كلهم دابا ولاو كيكريو دي زاتوليي بروفيسيونيل دي رونكونتر منصات باش دير دي بيتش باش يقلبوا على دي بروجي من الاول ديالهم هادشي عاد ولا هاد السنين الاخرى ما كانش من قبل لا المهرجانات اللي في المغرب كاملين لا في مراكش لا الفيستيفال طنجة لا كلشي عندهم دابا دي زاتوليي واحد لا بارتي يعني خاصه بصناعه الفيلم بلاندستري اللي كتهتم سورتو باش تاخذ افلام من الاول ديالهم وتدعمهم وتعاونهم باش يكملوا حتى الاخر او ميم طون كاين واحد الاهتمام الاوديو فيزوال اون جينيرال في المغرب من بالنسبه للناس اللي جون وكاين حتى انا كنقول لا جينيراسيون جديده اللي كاينه دابا اللي جايه واللي كنعرفوا بعضياتنا بيتيت حاجه واحده اللي عندنا بيتيت مختلفه على واحد لا جينيراسيون اللي قبل منا سي كو العلاقه اللي عندنا مع بعضياتنا ما فيهاش ديك لا ريفاليتي اللي كانت بيتيت عند واحد لا جينيراسيون اللي من قبل واللي ما عاوناتهمش. ابتداء من 18 مارس سيكون الجمهور على موعد مع عرض فيلم السيد المجهول في القاعات السينمائية الوطنية، كما سيلي ذلك عروض خارجية لفائدة مغاربة العالم.